مرحبا بكم معنا في اعزف لي، اللي في كل حلقه حنعلموكم اغنيه، ولو عندكم اغنيه تبوا تعرفوها كيف تنعزف ابعتوها لنا، ربما تكون محظوظه في الحلقه الجايه نحطوها معنا. ويف اغنيه للمغني الهولندي مستر بروبس، تم اطلاق الاغنيه في ابريل 2013، كما تم اعاده توزيع الاغنيه عن طريق البيت الالكتروني او نقولوا الدي جي من الدي جي الالماني روبن شالز، وانتشرت الاغنيه بعد اعاده توزيعها بالطريقه هذه في اكثر من مكان، وفي بريطانيا في 2014 خدت رابع اعلى مبيعات. الاغنيه تم توزيعها على 178 بيت بير سكند. الاغنيه تتكون من اربع كوردات اساسيات، بس قبل ما اخشوا في الاربع كوردات هما لازم عندنا حاجتين نعرفوهم. اولا الفيرست اي لازم ما يكون ميوت او ساكن، يعني ما نعزفوش عليه، ونبدا العزف من السكند اي. كوردات الاغنيه اف ماينور 7، D sharp major, C minor, C sharp major. كوردات الأغنية بالسرعة الطبيعية. في حال عندكم اي اغنيه وتبوا تتعلموا كيف تعزفوها ابعتولنا عليه اعزف لي.